عودة إلى المؤتمر العربي للاتحاد البرلماني العربي الطارئ في الرباط. ينضم إلينا من مدينة الرباط عضو مجلس النواب النائب جلال كاظم. سعادة النائب، مساء الخير، وما هي رسالتكم التي تودون إيصالها إلى العالم من خلال المشاركة في هذا المؤتمر؟ سعادة النائب، يبدو نعم، مساء الخير. الو سعادة النائب تسمعنا؟ نعم اسمع. نعم سعادة النائب، يعني انتم ستشاركون في المؤتمر العربي للاتحاد البرلماني الطارئ في مدينة الرباط، ما هي الرسالة التي تودون ايصالها الى العالم من خلال مشاركتكم في هذا المؤتمر؟ أخي الكريم، احنا اليوم وصلنا إلى مدينة الرباط في المملكة العربية للمشاركة غدا صباحا في الاجتماع الاتحاد العربي للبرلمانيين العرب. فراح يكون هو اجتماع رقم 25 للأقصى الطارئ. فيمثل هذا الاجتماع توجهات معالي رئيس مجلس النواب بالمشاركة برئاسة الوقت النائب الأول علي العرابي، وعضوية سعادة النائب جمال داوود، وعضويتنا أيضا، وعضوية الأخ أحمد بهزات من مجلس الشورى. سنوصل رسالة كما عودنا صاحب الجلالة الملك حمد في خطاباته السامية، دائما يطرح أهمية القضية الفلسطينية واهتمام قيادة حكومة شعب البحرين بالقضية الفلسطينية. سوف نطرح مرئياتنا باستنكارنا واستهداف المسجد الأقصى والمحاصرة للشعب الفلسطيني في قضيته النبيلة. سنكون أيضا سنرفع المرئيات، وسيتضح أن الاجتماع سيكون عضوية مشاركة الصيغة النهائية، سيكون ممثلا أيضا في مملكة البحرين بعضوية سعادة النائب جمال داوود، سيكون مشاركا أيضا في المرئيات والصيغة النهائية التي سنرفعها غدا. وسنحيطكم علما بأن المرئيات التي سترفع سنطرحها إن شاء الله إذا تم الاجتماع غدا إن شاء الله. نعم سعادة النائب جلال كاظم، شكرا جزيلا لك.